السلام عليكم الزول في اللون. تتعرفوني ديما تنطلب منكم في التعاريخ يكون شعارنا الخليد الله الوطن الملك. سير على بركة الله. تيجوني بزاف ديال التعاريخ تيقول لي يا عم محامي تتهضر بزاف جاي على دولة مساعدة وهما نات من دولة مساعدة، تيقول لك علاش تهضر علينا بزاف، انتوما ما تصيبوا ما ديروا، تكلموا شوية على بلادكم. حنا ماشي تنهضروا عليكم، تنردوا على المسؤولين ديالكم، والمسؤول الأول ديالكم هو وزير الماء المياه الجزائري او مسؤول الري اللي عندكم في الجزائر، باش يغطي على التكاسليت ديالو ولا الانحطاط او الغباء ديالو، لازم يلصق عاوتاني يخرج لنا ديك قضيه المؤامره انه الماء ناقص في دوله مساعده المغرب هو السبب. سمع مزيان وغادي نرد نجاوب عليه. عانت منها الجزائر خاصة على حدودنا الغربية، أين لاحظنا ممارسات لدول الجوار، دولة من دول الجوار أنها أضرت بالفعل بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان بالنبات ومباشرة أضر بالإنسان، لأن يعني في تجفيف مقصود وممنهج. دابا حنا اللي جففنا الماء باش ما يكونش في المطارات الدولي ديال 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 الجزائر العاصمه، حنا اللي تنقطعوا الماء في وسط الدوله الكرغوليه، حنا اللي تنبزوا على الناس يشريوا السيتيرنات، وحنا اللي ما عندناش الماء باش نطفيو الحرائق. الصيف هو داخل والحرائق غيبداو وغادي يقولوا لك شكون المغرب هو السبب. فين ما عندكم شي مشكل وشي نكسه اولا فشل في شي منظومه تيقولوا المغرب هو السبب. دونك حنا تنحاولوا هنا نردوا على من على المسؤولين ديالكم. اراكم البوحجره، بوحجره خرج دابا حنايا وزير الرئيس لينا معاه، بوحجره خرج سمع خذيو عليه المرض الاخر تاع البيوض، البيوض الحمد لله مازال ما مسش لا فالي تاع المزاب ولا الواحات بسكرة توكورت ما مسهمش، جاي من جيران ودار كارثة في بشار ودار كارثة في الواحات الغربية، ولازم يتوقف لأن هذاك يعتبر سرطان نخيل ما عنده حتى علاج. كان حتى علاج جاي من جيران. إذا اتهام ثاني بأن كل ما يقع في دولة أبو سعادة، وأنا تنقول لكم غادي يجيو الحرائق ما غيسيبوش باش ما شراوش هما اللي كان داير طائرات إطفاء الحريق، ولكن غيقولوا المغرب هو السبب. كما تيقول لك النخيل اللي يمكن تعرض للمرض كما كان تيتعرض ليه المغرب، كما تعرض ليه المغرب السنة اللي فاتت في الكرموس الهندي اللي عقلته في الصبار، وما قلناش حنايا ما عطيناش التهمه لشي واحد ولا خرجنا قضيه المؤامره، راه حكى شي واحد عطانا السرطان او داك المرض للنخيل. حنا قلنا راه كاين مرض وغادي نحاولوا نعالجوه، ولا ما نعالجوش غادي نحاولوا نغيروا اولا نديروا نخيل جديد اللي غادي يعوض هذاك النخيل اللي كان. هاد الناس هادو عايشين بالمغرب ومن حقنا حنا نردوا عليه. حتى دابا راه يقدروا يخرجوا اتونسيون 700 مليار ديال لو ديفيسيت اللي عند لافاف، يقدروا يقولوا القشع هو مولاها. هذوك الناس راه يقدروا يقولوا كل شيء، اي حاجه واي مشكل طرا داخل دولة المساعدة المغرب هو المسؤول. ويجي عندك واحد مربع الراس يقول لك اسيدي تتهضروا علينا بزاف، والرئيس ديالك ما تيحيدناش من فمه، وزراء ديالكم ما كاينش شي وزير ما تيخرج باش يتناقش في مشاكل ديالكم وما تيجبدش عليه المملكه المغربيه. الله يهديكم على روحكم، الله يهديكم على روحكم. وهاد القضيه المؤامره راه فشل. وعاش الملك والله الوطن الملك وسيرنا جايه.